بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أحبابي الكرام وإخوتي في العقيدة، دمان أحبابتا إيو مارتي ولا لها داوضي أشياء قالقة إنك داونا يو تي في عالمي كالسن تي في دمانتي إن شاء الله تعالى وحان إذن الله مركو باد يو مركة لباد مركز زحاد إن مارتي إن برنامج كي ينسو عن جري مارتي برو صحابي ومانتا أن مر لباد إن كله مارتي دي برنسو عسبوني سيني أيضو ونسوكر لحقا لسفر يرو كوبان ومارتا أنكو مغنا وأن دلكي سومالي أن كتغي إن الحمد لله رب العالمين دلق روح بضن وإله سبحانه وتعالى بركي وآدي أدو باحد وين ورب نوغ داقي إن دلقاس مارتي أدان هل دقيق وحرب أن دل استاغو ومدي الصوماليين إن صو أركي إن انتان برنامج كأقود قرين إن حغير بداميو أبار بأنبا ولا يلكوها بستي يدباته فرب بضن وأن دي كرنو إله سبحانه وتعالى سوق قرآن كيسا كل يهي وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ان ديب يديباتو اذن كما دعدو الا واحد قعمين ما ارتي كسبتان وي بل الله سبحانه وتعالى ان فربضن بو انو دافا ساء ودي دحان دي كرا انا سو قادنه في سوره النحل ايده كجرتي الله سبحانه وتعالى لها وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف ان إلهي سبحانه وتعالى أيضا سحو كله وحاجبت قريو أما مقالو أمني يا أمان رب سبحانه وتعالى أوديقي لكن فكفرت بأنعم الله وحيكو كفر السي نمعادي رب سبحانه وتعالى وكقل ذي السي نمعادي وربي أوديقي كدم هذا عي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا إيه بما كانوا يصنعون رب سبحانه وتعالى وحيكو بدلي أن قاجو يو إيك لباس الجوع وحال الدنسيي قاجو يا أمن درو ولا بضع ما أنت كألو الصن ذلك نهويو قاجو يا أمن درو مركن معود إله سبحانه وتعالى جروي سيم رب وحود يقي لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعوا حلي معدن بل لباتو ينكاس يمصيب الله سورة أمد كود عضي محله وبيحكر مرك ولأن مرك حكود عن وأنا الحلقة جرهز الباب كله وبيحلها إلى هو نوشة مرك في سورة النوح من رب سبحانه وتعالى نوشة سيد الرب كلوه لكرو سيد دبعت الله وبيح كرو هرت دبعت الله على وبحة استغفار إلى علا فقلت وحكتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب سبحانه وتعالى وحق نفريا هذه لبكة هي أبارتة هي دبعت هذا هي أمن دردو هذا ربتنا كبحنا وذي قدرنا مرنا تاسو إتهي إن أي استغفار لمن توبة كان توبة النصوحة هذه رب الله الله أبتم حد عي مرك إله رب نصيرية يرسل السماء عليكم مدرارا رب اللي بدرن دورية ورب إنه ودي غيا أولاد دي هدي أنا ما أرتقار أولاد به أولاد نصيرية لأن أولاد ده صحيح كم تعلم نصيرية وأن معلم برواقة ولا حق الله ياوي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال هنتي نتكم أنت سعر برا بك شجرية أنت أصلا وحلاو بها الاستغفار يا ربي الله توبة كوريا إن رب سبحانه وتعالى مركان الله بننا وحب ضنبه إنه كلا فرفورة ولا ليان هذا أنت وضنك أن سؤال كي يدلك هو يعني ما أردت سو إنه كسدوك سيدنا سؤال كي لبعت ذلك على سؤال أذن كون أنك قرصور الهبيني مالين الأكتين أما ضدك هذا من الدعوان يدلك يوجيهين وحن ليه لها ولا ليالو دل ونكسم رب إنه قد يقي بالحقيقة إنه وضنك أس إله سبحانه وتعالى كره لقرينه إلهي سبحانه وتعالى أين كره لقلنا رب سبحانه وتعالى ولي وحن كعصان باسمه الأعظم إذا دعي أجاب عن كعصان يا رب سبحانه وتعالى إن ذلك الصوماليين يا رب سبحانه وتعالى إنه ودقي إن أبارتاس يدباتتك على صن ورب نقد القادة بل رب سبحانه وتعالى مرح غير قبطان ربي إنه دوره ذلك وحياله كدب لباتتك كيسان وحكمله مرح ذا لأنه وده والما مرح ذا أمارته قانوة مدحنا ذلك رب سبحانه وتعالى أودي بنا إنه إلهي أمير مدحوين عادلة وذلك رب سبحانه وتعالى أودي قنا رب وودي سريع إيه ولا ليال هذا نصه الله تبارك برنامج كني برا صحابي إيه برنامج هو حين كقصوا هذا الله صحابة الكرام رضوان الله عليهم تاريخ دي
ilaahayeen saxaabatu maara saxaabadii radiyallahu calayhim isbashar waxaan ka soo tataabanay oon xabad dul istaaganay tobankii ilaahay jannada ugu bishaaray ilaahay subxaanahu watacaala. Marka intaas haddaan kaga soo gudbino saxaabatu lkiraam raggaas wuxuu rabbi subxaanahu watacaala aan ka rajeeyo inuu waafajiyo oo rabbi subxana watacala ka baryaynaa inuu towfiiqdana waafajiyo inaynu ka sheekayno asxaabtii kale. صحابiga inoogu horeeyo ee aynu diiradu saari doono biidn llahi jala wacala waxaa weye صحaabiga la yihahdo أنس بن مالك الأنصاري أنس بن مالك oo maaragtay ree أنصاara ayaynu بإذن الله تعالى aynu ka hadli doona بإذن الله جل وعلا. maxaa loo baahaya marka maadaama aynu أنس ka hadlayno hadafka aan mar walba bidhaamiyeyna wuxuu yahay aynu saxaabada oga hadalno. saxaabadu waa raggiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka noqdo ayagoo adduun guudkiisa radi allahu canhum uu rabbi raallinimada u qiray maadaama iyo raggii ilaahay subxaana watacaala ammaanay iyo dumarku ilaahay ammaanay dadkaas yihiin saxaabiyaadkii asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kuwii noo ahaa qudwa dadkaynu ku dayanaynay ee dadkii ay maaragtay raacaynay ee wadaday mareen aan la maraynay waa saxaabada ridwaanullahi calayhim. saas maadaama ay tawalaalayaal qof walboo naga mid ah waxaa laga rabaa inuu wadadaas raaco. marka saxaabiga inoogu horeeyo inuu dunida saaray waa أنس بن مالك radi allahu tacala canhu waarda. أنس magaciisa waa أنس nabiga wuxuu u bixiyey unays أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكثر الله أمثاله وحوها صحابي النبي صاحب تنم الله سمي بل إسلام نمد أي إله سبحانه وتعالى أود دقي أصغر بعد في عمر الورد حين لقرته أمه القميصاء الرميصاء markii hooyadii ay tawxiidka u dhawaaqaysay ee maaragtay ay u laqinaysay wuxuu jiray da'dii wuxuu ahaa markaas korayan oo soo korayo wuxuu ahaa kura yar ee markaas soo kobcayo ayuu ahaa أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. qalbigiisa waxay ka buuxisay hooyadii bixubi nabiyi الإسلام محمد بن عبد الله رضي الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه waxay qalbigiisa hooyadii inankaas ka buuxisay saxaabiga jaliilka رضي الله تعالى عنه وأرضاه kalgacaylkii nabi محمد صلوات ربي وسلامه عليه. fashugifa أنس به حبا على السماع kalgacayl laa maaratay dhegta ayuu mar walba hooyadii waxay uga sheekaysay nabi maxamed iyo wanaaggiisa laanna nabiga marka wuxuu joogay magaalada maka ayuku wuxuu joogaan madiina waa laba magaalo waa laba maaragtay magaalo u kala fog gaadiid markaas markab u kala gooshana ma jirin communication ama maaratay xiriir ama markaas lasmaqlayna ma jirin marka laakiin warka nabiga ka yimaado ayuu mar walba qalbigiisa ka buuxinaysa hooyada qaaliga ah alqumaysa alrumaysa bintu milxan waxa marka uu leeyahay wadaad kitaabkan qoray sool min xayaati saxaaba kelimo cajiiba waxa uu leeyahay walaa garwafa aludunu tacshaqu qabla alcayni axyaana layaab malahu leeyahay dhagtu inay mararka qaarkood caashaqdo ayuu waxbana arag faaludunu tacshaqu qabla alcayni axyaana isho waxbana arag inay dhagtu wax caashaqdo ama waxbana arag tusaale ahaan anigu ma arkin nabiga calayhi salaatu wasalaam adiguna maadan arkin laakiin dhagtanada maqalka nabiga ka batay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inuu jecel lahay waynu rabnaa waynu ku riyaaqi lahna maanta inaan arag sida nabiga aragno saxaabigaas xaalada haddaan ku jiro u taagnaa dhagtiisii waxaa ka batay kalgacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa looga sheekeeyey bal markii jaceylka uu ka batay wuxuu ku tamaniyey an yamdiya ilaa nabiyihi fi maka inuu nabiga magaalada maka ugu tago inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu tago magaaladii maka ayuu maaragtay laabtiisa iyo maaragtay qalbigiisa kusoo dhacdhacaysa limaada marka liyascada su markaas ugu maaratay ildoogsado biru'yaahu nabiga calayhi salaam aragtidiisii su ugu ildoogsado laakiin lam yamdi calaa dalika dawiil waqtin waqti dheerba kama soo wareegin nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu faray inuu hijroodo asaga iyo marka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh saaxiibkii abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu waardaa yaa waxaa la faray inay usoo hijroodaan fii yathrib ama ilaa yathrib dheh xaggaa iyo magaaladii madiina oo magaceedii hore la dhihi jiray yathrib. nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabigii jaliilka ahaa abubakr sidiiq radi allahu tacala anu kasoo sheekeynay taariikhdiisa mar allaale markay soo wajaheen dadkii reer madiina maxaa ku dhacay marka waxaa dhacday indhahoodii oo dhan watacallaqat alcuyuunu waalquluubu bidariiqi almaymuun aladii yaxmilu khuda annabiyi sal allahu alayh wasalam nabiyi alhuda wa saaxibihi ilaa yathrib indhihii iyo aragtidii ree madiina waxay ku tacalluqda oo ku maaragtay ku angegan tahay oo u majeersan tahay ee u majeertaa wadadii ka imaanaysa magaalada maka dadku dhexagii wada eegayaan bidariiqi lmaymuuni wadadii barakaysnayd ee siday lugihii ama cagihii maarka nabiga calayhi salaatu wasalaam
iyo saaxiibkiisa Abu Bakr Siddiq saaxiibkii Nabiga Ilaahay u sheegay saaxiibihi Ilaahay uu Qur'aanka u sheegay idh yaqul li saaxiibihi la tahzan had iyo jeer dadku mar halkaas ishoodu maaratay uma jeerto eegayeen Anas wuu yaraa asaga maadaama uu yaryahay saxaabiga aynu ka sheekaynayno wuxuu ka mid ahaa dadkii had iyo jeer maskaxdoodii iimaankoodii uu ku maqnaa wadadii Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam bal inta waxa u dheeray Anas ibn Malik radi allahu tacaala canhu waardaa asaga iyo dhalinyaro yar inay soo baxaan oo imaadaan duleedka magaalada dhalinyaradu marka mar walba waxay leeyihiin markii ma jirin safarka intay soo socdaan cid sii cabiri karays waa la qiyaasaya bas laakiin exact lama ogo waqtiga intuu yahay ma maanta imaanaya mise berri dad weliba dhuumasho wey oo baxsada oo baqayo marka dhalinyaradu markaas way soo baxaan Anasna wuxuu ka mid ahaa min asaaciin oo min awaadi sigaari laakinahu la yaraa shay'an fayacuudu ka'iiban maxzuuna asaga iyo dhalinyaradu markay imaadaan waxbana ma arkayaan Anas marka inta waxa u dheerayd uu arki waayo Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam inuu soo laabto fayacuudu inuu soo noqonayo ka'iiban maxzuunan asagoo walbahaarsan asagoo walaacsan asagoo kurbaysan oo le alla ilaahe maxaad usu arkaysa Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam limaada sababtu maxay tahay marka wuxuu wiilashaa dheeriya maxay tahay gurigaa laga dhisaa hoyis baa waxay tahay macaalimad tababarto qalbigiisa khayr ka buuxiso kula dadaasha jacaylka Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam qalbigiisa fuaad qalbigiisa waxa ka buuxisa bin xubbi nabiy lhuda salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay kalgacaylkay u qabtay ayay wiilkeedii ku beertay maxaa yeelay ninkeedii ee maaratay dhalay Anas Malik radiyallahu anhu abis maalig ahaa baa gaalnimo ku dhintay maadaama abihii gaalnimo ku baxay waxay isleedahay ilmaha dhashay bu gaalnimadiisa isaga ku biirin uu gaalka ha noqonin islaamkii u laqintay tawxiidkii baa qalbigiisa maarat afkiisa usoo marisay oo ay u qabatay dheh laqanatu ummuhu hoyadii oo laqay tawxiidka shahaadatayn maxay ku daalaysaa marka kalgacaylka nabiga qalbigiisa habeenay maal oo sheekaysaa bedelka maanta ilmaha naga walaalayaal wax kale qalbtooda looga sheekeeyo waxaa fiican ilmaha intuu yar yahay waa warqad cad wey warqada cadna waxbaa lagu qortaa inaad taariikhda saxaabada uga sheekaysid inaad taariikhda nabiga salawaatu rabbi wasalaam uga sheekaysid inaad qiso ambiyaa uga sheekaysid haddaa hadaanan aqoonin inaad maaragtay isku dayd inaad duruus hadda baxayso ee ka baxda tv ga kalsan inaad si gaar ah aad ugu taxantid casharka maanta baxay ilmahaada ugu sheekaysid maalin walba waxaadaan soo galnaa saacadda markay tahay uk shanta galabnimo xagga yurubna ay tahay afarta soomaaliyan ama afrikada barina ay u tahay maaragtay sideedda habeenimo ama lama saaco hoynimo qof walba soo u yaqaano barnaamijkan waa si toosa ay hadda live u yahay waxaan uga daawanaysaan tv ga caalamiga kalsan tv iyo bejka la diinteen waa nasiixo allah dii markay Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu taasa u dheereed markay kurbadaasa u dheereed maalma kamid Anas maxuu leeyahay markay soo baxnay oo sida caado loo heeyo soo jarmaadnay oo uu nimid dowladkii magaaladii Madiina si aan nabiga calayhi salaatu wasalaam indhaha uu soo doogsano baa wuxuu dhacdu leeyahay in ay dadkii dhalinyaradu ay dhawaaqeen raggii oo dhan ee hatafa arrijaalu fi yathrib ay leeyihiin inna muxammadan wa saaxibahu ghadawaa qaribayn min almadiina magaaladii Madiina inay qarka usoo saaran yihiin فضفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل اليهم نبي الهدى والخير ددكيو دن مركاس waxay usoo dideen ama usoo yaaceen usoo qulquleen wadadi nabiga kaleey salaatu wasalaam siday ama wadadu ku imaanay nabiga kaleey salaatu wasalaam haye maxaa dhacay marka dhalinyaradu saas u tubayeen duuladka magaalada hooyoyinki saas oo kale marka dumarka maxaa ku dhacay dumarku ay ku qaab kale u dhaqmayaan ama waxa leeyahay أما النسوة المخدرات والسبايا الصغيرات فقد علون سطوح المنازل وجعلن يتراءين الرسول صلوات الله وسلام عليه دمرك مقبيدها وانا سن لو باهيا قبلها اي غرو كو استرنا اي انا رغا دحياي كريم اي انا لا جان قادك رغا الى ان حيره وقرنا في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهليه الاولى دمرك وحاله فري ان ما ارتي اي غريودو كو اكادان aysan guriyaha ka bixin ee guriyaha maaratay ku ahaadaan kuwa ku asturan saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala raali ka yahay nacam saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala raali ka yahay ummadana ku amaanay markii gabdhihii guriga ku xabisnaa oo gurigooda ku asturnaa ee gurigooda ku dhaqnaa macnaheedu uma aha gabdhuhu inaysan bixi karin gabdhaha waa inay baxdo suuqooyin ka soo adeyn kartaa way shaqayn karaan islaamku wuu xorriyad buu siiyey bal islaamka ka hor halkaa bidhaamiye dumarku xorriyad maysan bilxaqiiqa bal ilaahu wuxuu leeyahay idaa bushira axadum gaalada mid ka mid hadii loogu bishaaray wiil
ها وفرح جري لكن دي قبر لو بشار واذا بشر احدهم بالانثى هذه الدبر لو بشار ها ظل وجهه مسودا وهو كظيم وجهه يصير عبر جري وجهه كذو جري يتوارى ودويك كل اللي حنجري بل اسلامك وعزي قبل هوي كرب وقاضي وياس جيران كفار قريش يا امثاشوده لكن اسلامك قبله وارت وحي يكون رجل لين بعيك الحق ليهين وي كانوا مركا قريها كجيران وحين فورين بالو صدوح المنازل السقفيه قريها او وجعل يتراعين الرسول صلوات ربي وسلام على النبي استسر عليهن ما كان يقانا مركا النبي ويقول وحي لهاين ايهم هو ايهم هو لمضان اسكو دادا ما كلا وين النبي لو سنه كبر ابو بكر رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم النبي وحو كان صلى الله عليه وسلم ابو بكر لما سنه مركا ددكو وحي اسليهن واكه لمضان انس وحو ليه رضي الله تعالى عنه مالك صحيح هيد ذلك اليوم يوما مشهودا ما له وين بعيد ما فقاره او لا اسكو سوبن بخي هيد بوليه ددكو بعض الروايات ابو حيور يعني اللي سو دوي انا شيد طلع البدر قارن عليه واحد كجر ما له سيك السبعات ددكو يسو دوي النبي عليه الصلاه والسلام سو دوي ديرن كل قايل كبوخو بل واحد غرنسان حتى هاشي النبي عليه الصلاه والسلام اني اقولها دعو كل لحظه فانها مامور وامرتها اي قرول بو جرى النبي عليه الصلاه والسلام هاشي سكو سهرته لكن أنس إنه مالك رضي الله تعالى عنه حليهم مالك سحيد ماله وين لكن هش النبي وحكوسه نتقولي أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه برو والبو مركي كوسه وجهنته وفرحي مركي دافتن ومرغوري بدك سوينا ويا مركي وحكمي دها إن قريها مركي النبي قد دقي بدك ويا مده حكمي دها هو يدي أنس لشيء أو مركي أسكوسه ويا سي هذا العجيبة كلمة عجيبة كلمة قلب النبي تابت صلوات ربي وسلام عليه كلمة قف والبو إيمان لقلبك سكون عيسو وحين ترى إلى جيز إلى جيز تولى ليال وحيت النبي الله لم يبقى رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد اتحفك بتحفة وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا قف والبو نو والبو يهوين والبو أو ري أنصاريت وحيكوكر هديت هديت بيقوسوا عن قليل هدي يدي كو كيران متك قد يسبان كوهي أنا وحي كيران ما هي بل وحي بحسا كوين وحيك بحيان وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا هدي يدك كلا أو كوك عن قال النبي الله ما هي أنا أهين إلما هي غير كئه ويقول كيغا أنسة أيا وحان قوان صلي أو قلبي كسو في شيء إنا أنا سيريسو كوسو عن قليو سو كوكو أهدو خادم كو خدميه صحابة الكرام رضوان الله عليهم وحيكر الهايين دور بالنبي أكتسك قاتن أما كالمو أول مديدة كقاتن قاروا هاي الحفاظ حملة القرآن قرآن كحبدي سيد أنا إمارتي عبد الله بن سعود وإبن كعب يوهلون مجرد بدنه حملة القرآن بهايين قار وعي اللي بحيو ديد الدفاعي وعلى رأسي وقوي حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه يا خالد بن الوليد سيف الله المسلول قار وهي هاين دتكي نبي عليه الصلاة والسلام حسانك ولا قوي نبي دينك.